عين مليل اخويا، جينا نتفرجوا الديربي هذا. احنا انا بيرسونال نحب البالو بزاف، وعلى جالو شقيت 450 كيلومتر باه نشوف الماتش هذا، ومن البارح وحنا نمشي وانا جينا شرينا التيكيات والحمد لله شويه فوضى بصح الله غالب. هذا هو استاد تاع الجزائر معروف هكا بالضفر والاخر، والحمد لله على كل حال. وان شاء الله نشوفوا ماتش مليح وان شاء الله تربح مولودي اخويا، وتحيه جمعيه عين مليله وان شاء الله ما نطيحوش. المباراه تاع الغد ان شاء الله تربح المولوديه ونشوفوا الجماهير دنا اجواء حماسيه ونشوفوا، والحمد لله على كل حال. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.